قرابة 130 ألف نسمة تسكن قضاء الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين. هذا التعداد السكاني يعيش منذ عقود من الزمن بلا مستشفى. شرع منذ عام 2013 ببناء مستشفى 100 سرير ومستشفى 40 سرير. أنجز ما يقارب 70% منهما ليتركاه منذ ذلك الحين على هذا الحال. ماكو قضاء في صلاح الدين من التسعينات، ماكو قضاء ما به مستشفى او مستشفيات اثنين، الا ان الدجيل ما بها مستشفى ابدا لحد الان، وتعدادها اكثر من 100 ألف نسمه. هناك مستشفى دجيل اثنين 100 سرير و40 سرير. لحد هذه اللحظه الحكومه لم تهتم بقضيه الرعايه الصحيه في هذه المدينه التي تحتاج اكثر من مستشفى. اليوم من خلال قناتكم الكريمه نطالب الاجهزه الصحيه التي تمسك بملف المستشفيات، وأعني وزارة الصحة، هل من المعقول قضاء بهذا الحجم من النفوس وبهذا الحجم من التاريخ وبهذا الحجم من المساحة الجغرافية وله تأثير واقعي بحيث هو يربط ما بين صلاح الدين وبغداد ليس فيه مستشفى عام؟ مجلس شيوخ قضاء الدجيل متمثلا برئيسه وأعضائه جددوا المطالب باستكمال بناء مستشفى لقضاء الدجيل، مؤكدين غضب الشارع في الدجيل الذي بدأ يتوعد بقطع الطريق العام بتظاهرات تستمر حتى تحقيق هذه المطالب. الشيوخ ووجهاء قضاء الدجيل يطالبون الحكومة المركزية والحكومة المحلية ببناء المستشفى الجراحي 100 سرير و40 سرير، حيث هذا القضاء يعاني منذ قرون بعدم وجود مستشفى في المدينة، حيث يضطر المريض الذهاب إلى قضاء بلد أو بغداد وفي الطريق يتوفى. نطالب ببناء هذه المستشفى وإكمالها، لأنها بدأت بغضب كبير من الشعب الدجيلي خاصة. لا معقولة بقضاء كامل لم يبنى له مستشفى. نطالب ببناء مستشفى الدجيل بأسرع وقت، وذلك للحاجة الماسة لهذه المستشفى، ومضت أعوام ولن ينفذ هذا المستشفى، وإذا ما تنفذ هذا الأمر سنطلع بالعشارع ونقطع الشارع العام إذا ما يتم تنفيذ هذا المشروع. واقع فرضه فساد مشاريع متلكئة وعلى مدى تعاقب الحكومات المركزية والمحلية الحاكمة. هكذا يرى أبناء الدجيل أنهم قد ظلموا في حقهم بالضمان الصحي وما زالوا. من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.